انا معاك اليوم. لقد يطلق والعجوز تفلق، كي تربع زيت انا وياك، جبتيني انا. انا خويا رضا معاك اليوم. جي كيدير ليهم قنبر هذاك ما راه جريت عليه، كيجرهم كيبقى يلعب بيهم. مساك يلا كول. السلام عليكم، كيف دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ كنتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. وانتم كتشوفوا هاد لا فيديو ديال اليوم اللي فريده من نوعها، فريده من نوعها يا اختي. كنا جالسين البارح، كنت جالسه ما بيا ما عليا، قضيت شي امور مع شي اصدقاء. ما تديوش على الروينه اللي حدايا، نساو لي الروينه حيت انا ما نساليهاش. نخرج دابا، عندي واحد العمل خيري صغير وغنرجع في حالتي للدار عاد نتبلى بهذا الشيء كله. ما عليناش، غنبداو بالموضوع ديالنا اللي شفتو في العنوان. يا اختي كنا جالسين ترين 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 ترين، الميل عندي غيطرطق بلي كومونتير، حيت انا لي كومونتير دايره لهم حتى كنابروفيهم عاد كيتحطوا في القناه. ترين 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 ترين، شنو نقول لكم؟ واحد الهجوم، واحد الهجوم ولا اروع، واحد الهجوم عمري مش بحاله. ما شاء الله تبارك الرحمن. ما كنتش اليوم غنصور هاد لا فيديو هادي، ولكن بما انه جاوني الاحباب من عند العزيز الغالي الاخ اللي شنو نقول لكم، عزيز عليا بزاف وماشي عاد عرفته من شحال هادي وانا كنتواصل معاه باغا انستغرام. يا اختي كنا جالسين حتى جاني واحد الهجوم من عند رضا ولد الشينويه. ايوا خويا رضا انا معاك اليوم. لقد يطلق والعجوز تفلق، كي تربع زيت انا وياك، جبتيني انا. انا خويا رضا معاك اليوم. عندكم غير كنضحك معاكم رضا خويا وصديقي والصديق ديالنا صراحه كعائله، كنهضر معاه من شحال هادي وانا متبعاه. منين جا الموضوع ديال البنيته اللي غيربي الاخ رضا، داك الموضوع ما نكذبش عليك، ما نكذبش عليكم، قاصني لان انا من الناس اللي كنت كنتسنى الذريه الصالحه لمده ديال 6 سنين. عاد ربي رزقني ببنتي الاموراتي ديال الله يحفظها ليا. الوغ داك الموضوع قاصني فريمون، ملي كتشوف واحد الانسان انا اصلا كنعرفو قلبه بيض واللي في قلبه على لسانه، وداك الانسان اللي كيبان هو كيهضر وكتبان عليه البراءه وكيبان عليه القلب البيض والصفاء، داكشي اللي كيقول خارج من قلبه سبونطانيمون، ما كيتعامل كيهضر سبونطانيمون، ما كيتصنع، ما كيزوق في الهضره، ما والو. داكشي اللي كاين كيقولوا لك كاينه كاينه، ما كايناش ما كايناش. الوغ هاد السيد هذا كنهضر معاه هادي مده في الانستغرام، سلام صباك داك دا. منين وصل لهاد الموضوع هذا ديال البنيته، جاتني واحد الفكره، قلت علاش لا، اللي حيت الموضوع قاصني وشنو نقول لكم، يكفي اننا نتفكروا الهضره ديال الحديث ديال الرسول انه كيفاش كاين كيهضر على كفيل اليتيم، يكفي صافي. يعني ما عندناش شنو غنقولوا من بعد، وما عندناش لاش نفكروا نزيدوا اكثر على الهضره ديال سيد الخلق على كفيل اليتيم. ملي نهضر على داك الموضوع، انا في رمضان درنا القفه الرمضانيه الاولى ما صورتهاش، درنا القفه الرمضانيه الثانيه في 15 يوم ما صورتهاش. منين دوك داك المبلغ المالي كنت حطاه، كنت كنتسنى شي حاجه اللي زعما اللي تكون شي حاجه اللي تكون الانسان اللي يكون يستاهل، والانسان اللي يكون خاص يعني يستاهل هذيك الحاجه وغادي تدخل فرحه على قلبه. فما كاين ما حسن من اليتيم، اولا الانسان اللي باغي يدير الخير بصفه عامه. يعني الاخر هضر فكر في شي حاجه ديال الخير اللي ماشي بزاف الناس كيقدروا يفكروا بديك الطريقه، وماشي بزاف الناس كيقدروا يديروا هذاك العمل. تواصلت معاه خويا رضا، صيفط لي السميه والكنيه، قال لي علاش، قلت له والو غير صيفطهم ليا، صيفطهم ليا. هبط له فكاش قريبه ليا، صيفط داكشي اللي قسم الله. جيت في حالتي لداري، قلت له شوف هاد الامانه خاصه بالبنيته كذا كذا، بحال اللي قال لكم هو في لا فيديو ديالو. قال لي صافي واخا، قلت له هادشي بيناتنا. قال لي صافي بيناتنا. فاذا بيا منين كتوصل العشيه كنتفاجئ بفيديو تلاه عند رضا، والناس كتصيفطوا ليا كيبارطاجيو عندي صحابي وصحاباتي كيبارطاجيو لعندي، كيقولوا لي كيفاش راه رضا هضر عليك وحط ليا ديال القناه ديالك. ما يمكنش،
واش انا رضا بيني وبينه صافي ساليت و كيفاش. واحد الشويه انا حل البيسي هو يبان لكم هنا حل البيسي هنايا مع التلفاز شويه ديك ترين 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 والميل عندي في التليفون تبلوكا اليوتيوب ستوديو عندي تبلوكا بلي كومونتير. انا من عند رضا انا من عند رضا انا من عند رضا انا من عند رضا جيت كنشوف باش نابروفي بعدا هادوك لي كومونتير كاملين وحلت لي زابوني تبارك الله ما شاء الله احباب لي جاو عندي تبارك الله كثار البارح. اش غنقول لكم راه شي 3 ديال الصباح وانا باقا جالسه كنابروفي دوك لي كومونتير وباقا جالسه كنشوف الحب ديال الناس اللي ما كيتباع ما كيتشرى الحب ديال الناس اللي ليس له ثمن فريمون ما عندوش ثمن نهائيا. وشنو نقول لكم انا القناه دايرها باش كنشارك معكم شي حوايج ديال حياتي نورمالمون القناه الاساس ديالها يعني الموضوع الاساسي ديالها هاد البولك تفوتش على راسها الموضوع الاساسي ديالها والاهتمام ديال القناه هو العمل الخيري. بما انه القناه من شحال هادي ومحلوله ومنها واحد المدخول اللي هو بسيط بزاف ماشي شي مدخول كبير الاعمال اللي كندير اولا الحوايج اللي كنديرو كعائله لانا العادل كنديروهم من مالنا الخاص وكنتعاونوا بديك البركه اللي كتدخل من لي ريزو سوسيو. الوغ شنو نقول لكم صافي انا اصلا القناه كنديرها على لقب الاعمال الخيريه مني الناس شافوا هذيك لا فيديو ديال رضا وجاو انا تفرجت في لا فيديو كامله عاوتاني شالتي البوله هذه تحمقني تفرجت في لا فيديو كامله وشفت الحب ديال الناس والكم الهائل ديال لي كومونتير والله يتقبل لك اختي وادي 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 ان شاء الله عندي لقاء مع الاخ رضا من بعد ان شاء الله يا ربي على الامور ديال لا كلينيك وعلى بزاف ديال الحوايج غنتلاقاو من بعد ما كنتش هادشي ما كنتش باغا كاع يخرج ولكن بما انكم جيتوا من عند الصديق والاخ الغالي مرحبا بكم مرحبا باي واحد جا من عند رضا ولد الشينويه مرحبا باي واحد كومونطاليا مرحبا باي متابع جديد ومرحبا بمتابعيني اللي كانوا عندي من قبل. شنو نقول لكم اذا كبرنا هاد القناه هادي ولا كبرنا هاد العائله هادي فهنا نكبروها لفعل الخير ولفعل اكثر والمزيد من الخير. وبزاف ديال الميساج دخلوا عندي البارح الانستغرام اللي باغيين بزاف المساعدات واللي باغيين بزاف ديال الحاجات يا ربي تقدرني دعيو معايا وبارطاجيو هاد لا فيديو هادي وبارطاجيو القناه مع الناس اللي قراب ليكم المتابعين كاملين كنطلب منكم تبارطاجيو القناه مع الناس اللي قراب ليكم حيت قد ما زدنا من المشاهدات ومن المتابعين قد ما غنزيدوا القدام وقد ما غادي نكون يد وحده باش نساهموا فعل الخير وقد ما غادي نقدروا نوصلوا لاكثر عدد من المساعدات باش نعاونوا الناس اللي محتاجين. وصلوني دي ميساج اللي فريمون قاصوني البارح شنو نقول لكم دي ميساج اللي بكاوني وما كرهش نزيد كتر وكتر 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 ونساعد هادوك الناس كاملين يا ربي ونعاونوا هادوك الناس كاملين يد في يد ان شاء الله نوصلوا لاعلى مستوى في المساعدات يا ربي. واليوم كان عندي واحد الفعل صغير واحد الحاجه صغيره كنديرها تقريبا كل نهار كاين نهار اللي كنكون مثلا عندي شي انشغالات ولا هذا راه ربي كيشوف ولكن نهار اللي كنكون عندي غير في الدار نقاد شي حاجه ونجلس ندير المونتاج ولا هذا كندير هذا العمل هذا غنديكم معايا اليوم غنمشيو ناكلوا القطيطات والكليبات اللي كيكونوا في الشارع. هاد العمل هذا من شحال هادي وانا من الناس اللي كيعجبوني الطيور ديال الله ماشي اللي كندير في القفص كنحط لهم الماكله الا شفتوا الفيديوهات ديالي القدام كنحط لهم الماكله في الشراجم. اليوم عندنا القطيطات والكليبات غادي نمشيو عندي الماكله ديال القطط وغنمشيو نشرو الماكله ديال الكليبات ونشرب الكروكيت غنديكم معايا بالتفصيل كامل وغنمشيو نشوفو البلايص اللي كيكونوا فيهم وغنحطو لهم الماكله. راه شنو غنقول لكم بداو كيولفوني ماشي بداو كيولفوني ولفوني انني كندي لهم الماكله ولفوا عادي حتى هو اون فوا كتبان لهم الطوموبيل مساكن كيجيو كاملين كيتجمعوا باش كنعطيهم الماكله. والله يتقبل منا ومنكم جميع الطاعات وصالح الاعمال وانما الاعمال بالنيات راه حتى النيه الزوينه ملي كتنوي انك دير الخير ربي كيحسبها لك صدقه. يلا معايا نمشيو نشوفوا الكليبات والقطيطات اللي هما اصدقاء ديالي صحابي. الصراحه انا كنفضل انني نكون
نكون قريبه من هاد الحيوانات هادو، حيت هما بكما وما كي ما كيهضروش. شنو نقول لكم، ارواح لا يسمعوا انينها الا الله. يعني ما يمكنش تجي تقول لك راه فيه الجوع، ما يمكنش تجي تقول لك راه مضروبه، ما يمكنش. فهمتوني؟ يعني واحد الكائنات اللي ما كتهضرش، يعني كتعبر الله سبحانه وتعالى، ما عندهاش صوت باش تهبر باش تعبر ولا باش تهضر مع بنادم. يلا نمشيو، بركة علينا من الهضره. وشكرا شكرا شكرا قبل ما ننسى، شكرا رضا بزاف اخويا. وشنو نقول لك، ونعم الاخ ونعم الصديق. الاخ اللي كتولد لك الدنيا احسن بكثير من الاخوه بالدم اللي كتكون. شنو نقول لكم، ما نزيدش نهضر كتر، لان فريمون اخ ديال الدنيا اللي كتولدو لك الظروف اللي كتخليه لك التعامل. شنو نقول لكم، داك السيد القلب البيض واخا نهضر عليه تنعيا ما نقدرش نوصفه لكم. يلا معايا المتابعين ديالي الجداد اللي من عند خويا رضا، والمتابعين ديالي ديال عائله رشا عادل، واللي ديال دابا عائله مغربيه مجنونه كريزي موروكان فاميلي. نمشيو نشوفوا القطيطات ونعطيهم ياكلوا. يلا، انا واختي حنا في شهر رمضان، لبسنا غير جليلي هكايا، جليلي با خفيفه حيت كاين الصهد، وانا كنت ساده باش سيلي ما تسمانيش، حيت سيلي غنخليها نعسه، غنخليها ماما كاينه معاها في نفس الشومبر، نخليهم ناعسين وغنمشي نعس الماكله ديال القطوط، وغادي نمشيو نشريو الماكله ديال الكليبات باش نمشيو نفرقوهم. الماكله ديال القطوط هنايا خديت بكيه البارح، كناخذ لهم هادي ديال ديانا كيحمقوا عليها، وغناخذو داكشي اللي قسم الله نديرو فيه البطاطين باش نمشيو نشوفو الماكله ديال لي كروكيت ديالهم ونحطوهم ليهم. ولكن قبل كلشي هاد الماكله ديال القطوط ما عادينيش في الكرتونه، خصني سويه كلا غنديرو في كتافي باش ما نبقاش معذبه معاه. جبت الشكاره هادي هي ديال صاحبه المهمه الصعبه، هي هاد الشكاره هادي نحطو فيها الماكله ديال القطوط. كيفاش نعملو من الراحه، نجي غنجمع كلشي ونوجد الفطور. كنت غنضيف هاد الشي بالفطور، مانساوش البيضان والسوارت. نخرج بالطوف تختي هم كارتي اللي مريحه باش نلبسها ونتمشى بلا ما تدبر ليا رجلي ولا شي حاجه. صندالتي العجيبه قامت المهمه بنجاح. بسم الله توكلنا على الله، توكلنا على الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. خديتيهم؟ يلا لقينا أول بطل ديالنا اليوم. أجي أجي، حيت كاينين طوموبيلات كيدوزو هرب، خاف مني ويا رب. غنمشيو للبلاصة المعتادة. صافي شكارتي كتبقى هكا بحال هكا، واش كنقدرني نتصرف على راحتنا. الكلب مسكين ناس غيكون فيه الشو، غنحطو ليه دابا لي كروكيت. بدأنا المهمة بنجاح. هاد البلاصة هادي خاوية، فيها حاشاكم غير البوبيل، غنحلها هكا
الشكا، هاد الجيفي ديال القطط، هاد الجيفي ديال الكليبات. هاد البلاصه هادي شنو نقول لكم، خاويه فيها هاد لي بوبيل. راه هنا كيتجمعو مساكن باش كياكلو من لا بوبيل، باش كينعسو هنايا. قليل البشر فهمتوني، قليل هنايا الطوموبيلات كيدوزو غير قلال. مسكين خايف مني، اش اجي نحط لك انا مسكين، هو عاد جاي دابا ياكل. هاد جي جيت الماكلة اللي حطيت ليه تمشيت مسكين. عام الصعبة ديال بصح هاديك البوالدة عندها عرومة ديال لي بيبي ديالها، راه هما جروات وخايفة مني، ولكن مضطرة نحط لها الماكلة. هاك سيدي نحط لهم هنا، نحط لهم بزاف هي جاية وانا خايفة منها، حيت ملي كتكون والدة كتكون جائعة، خفت منها لا تعطني. كتاكل غنزيد نعطيك. بزاف هبطو وليدات ياكلو معاها، هما جاو ياكلو معاها مساكن. حطيت ليهم تمايا حدا فين كياكلو دابا، حطيت ليهم تانا. فراسكم انا في هاد المواقف ربي كيرزقني واحد الشجاعة وواحد القوة كنستمدها من اش نقول لكم، كنقول بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء وهو السميع العليم، وكنزيد شوفوا انا فين كاين، لا طيرا يطير ولا وحشا يسير. غير الكليبات والمشيشات كنعطيهم الماكله، حيت مساكن هنايا راه بلاصه ما فيها لا حوانت لا والو، حتى السكان مازال ما ساكنينش انتما جداد. صراحه خصني نولي نجيب معايا باش نخوي الماكله، كنخويها بيدي ما مكتهزش ليا مزيان، خصني دوك اللعيبات بحال اللي كيخويو بهم، بحال اللي كيعبروا بهم السلعه داك المكيال. دابا جيت عند الكليبات اشوف مسكين مريض، حط ليه الماكله مش منين. يلا كول ما تخرجوش، شديها كنمشي نطيو ماكلتش. ولا لا 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 ما كيعطوش. عيط عليهم كول. يا هي كتغزز فيه شتيها راهي اجي كيدير ليهم قنبه، هذاك اللي جريت عليه كيزرهم كيلعب بيهم مساكن. راه حيدتي هذا من حداك دابا عرفني كنت عطيته في رمزه انا نحط ليه مساكن شربوا ديال روكسي ملي كتكون مجروحه ولا شي حاجه كندير انا دابا نجيبها لك كيبرد قبطله بيطادي الوالد. لا يلا حطيت ليه دابا الماكله شتو الزيت المحروقه، ولكن من ورا خصك دوشي وكي غديري، كنتي غديري لي الزيت المحروقه غتخلي عندك.
ولا ولا صافي صافي بركة. وصافي صاحبي ما تلحسش سير تاكل سير سير تاكل. ملي كيولفوا الناس ما تمشيش حالك ما تمشيش حالك. كنتي كتسناني اجي 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 زيد يلا اجي نعطيك اجي انا نعطيكم انا نعطيكم ما بلاتش ايوا كنصور لكم كلشي حيت ما لقيتش لي شد ليه الكاميرا راكم عارفين يد وحده ما عنديش كيفاش ندير. ادقن علينا الظهر وحنا باقيين تنظهروا. الماكله راه سالات ليا وخديت وحده اخرى دابا من عند مول المحل دابا عاوتاني باقا تنفرق. قربت نسالي الماكله الثانيه على قلت له اكبر صافي بغاني خصني ضروري رجعت للحانوت نجيب معايا شوكولاتي اللي قلت لك واحد شوكولا. عيط لها في التليفون يلاه فاقت عيط لماما في التليفون دوزات عليا قلت لك سكولا عرفتني ديت القطوط الماكله هي كتبغي تمشي معايا هربت عليها. كاين واحد البليه في الماكله في طريقنا جوج هما بليكا واحد راه الاخر هي اش انا وباباك في الخدمه بابا يلي تخافاي سيدك تقلب على بابا خير دخلت للدار عرفت واحد الصهد واحد الصهد واحد الصهد فمي نشف دابا غنجلس ندير لكم مونتاج لهاد لا فيديو باش نحطها اليوم ان شاء الله.